باقة، وبدينا في السنة الأولى واحد المساحة اللي هي تقريبا ماشي كتيرة، مساحة اللي هي غير تجريبية باش نشوفوا هاد النقلة وهاد النوع الجديد ديال 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 الزراعة. بالنسبه للزعفران حنا الفلاحه كينوضوا بكري، كيمشيو للفدادن كيحيدوا ديك البركه كيدخلوها شي ها فيها شفايا سميتو، كاين اللي كينقي في الدار ديالو، كاين اللي كيجيب حتى للتعاونيه وينقيو ويفرزوا.